بقدمها لإلها رسالة. صديقة مساء الخير، أنا كنت كتير حابة يكون متواجدة معكم الليلة بالقاهرة لتكريم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، اللي هي غالي كتير على قلبي. إلهام شاهين اليوم صارت جزء كبير من تاريخ السينما المصرية. إلهام شاهين هي الممثلة الشغوفة اللي بتذوب بالشخصيات وبتروح فيها للآخر. إلهام شاهين مش بس فنانة، إلهام شاهين هي موقف، هي فكر، هي تمرد ضد التعصب وضد الظلم. إلهام حبيبتي، أنا بحب باركلك اليوم على هذا التكريم على مسيرتك العظيمة. بحبك، كرم سماحة. الله يسعدك. كارم بره مصر، في روما، فمش هتحضر، بس ميرسي ان عملت الفيديو ده. وكارم صديقه جدعه جدا، فنانه جميله وصادقه الى اقصى حد، يعني صادقه انسانيا وصادقه فنيا، وبتحب الفن زيك. لينا حاجات كتير مشتركه.